تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ينظم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة في العاصمة السعودية الرياض. ويعد العرض الدولي من أهم بطولات عروض جمال الخيل العربية في المملكة والوطن العربي، حيث شهدت النسخة الماضية مشاركة 313 رأسا في جميع فئات البطولة ل 176 مالكاً.